نبدأ حلقة النهاردة بإذن الله من الصلاة أو ألعاب الصلاة النهاردة. نتكلم عن الرياضي ونتكلم عن تكريم الرياضي. تكريم الرياضي في حياته دي حاجة مؤثرة جدا أو حاجة مهمة جدا، بمعنى إن الرياضي لما بيحقق إنجاز بيكسب ميدالية، والميدالية دي ليها طعم تاني وشكل تاني، وبالذات إن أنا الحمد لله ربنا أكرمني من الرياضيين في مصر إن أنا شلت ميداليات وشلت بطولات كتيرة، فأكيد حسيت بالتكريم ده. بس التكريم ده تكريم مختلف شوية. لما يكون التكريم من أعلى كمان، لما يكون من وزير، لما يكون من رئيس الدولة، الموضوع بيختلف تماما بالنسبة للرياضيين. الملاحظ والشكل الجميل والشكل الحلو فعلا آخر 6 شهور رئيس عبد الفتاح السيسي بيكرم 3 مرات الرياضيين. الموضوع اختلف تماما، اختلف وزاد، بيخلي الرياضي يديله دافع ان رئيس الدولة كمان مهتم بيه، ان الدولة والقيادة السياسية مهتمة بيه. صدقوني التكريمات اللي حصلت على مدار آخر 6 شهور دي تخلي أي رياضي عنده حافز كبير جدا جدا إن هو يعمل حاجة لبلده، يعمل حاجة لناديه، لأن الرياضي هو داخل عنده هدف، عنده أول هدف تحقيق الميدالية، لكن تحقيق الميدالية ده إذا كانت لنادي أو كانت لمنتخب دي شيء مهم جدا 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 في حياة الرياضي. ولما يكون التكريم بيطلع من أكبر رأس في البلد وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي، دي حاجة كانت مشرفة جدا وحاجة أنا فخور بيها كرياضي ورياضي بره كرة القدم، مع إن كرة القدم اتكرمت في آخر مرة، لأن المنتخب الأولمبي حقق إنجاز فعلا يستحق عليه إشادة، نقول له مبروك التأهل للأولمبياد، لكن كمان أبطال السكواش وأبطال الإعاقات الذهنية كمان وأبطال الكاراتيه اتكرموا، وقبل كده أبطال الهاندبول، وقبل كده أبطال السباحة، وناس كتيرة جدا اتكرمت على مدار ال6 شهور اللي فاتوا. ففعلا التكريم ده بيخلينا دافع قوي جدا ودافع مهم جدا لكل رياضي في مصر ان هو عايز يتكرم، عايز يقابل رئيس الدوله. دي حاجه مهمه جدا جوه التارجت بتاعه، جوه التارجت ان هو عايز يكسب ميداليه، عايز يرفع اسم مصر. بس لما بنرفع اسم مصر كل الناس في مصر بتكون مهتميه بيه. النهارده السوشيال ميديا مش مخليه اي رياضه، كل الرياضات مهتمين بيها. وكمان لما بتتكرم من القياده السياسيه بتكون حاجه شيء مهم جدا، شيء فعلا البني ادم بيحطه في تاريخه بيفخر بيه. وسام الجمهوريه، وسام الجمهوريه يعني مصر كلها بتكرمك. لما رئيس الجمهوريه يسلم عليك ويقول لك مبروك ويديك وسام الجمهوريه، بنقول للرياضي ده هدف مهم جدا في الحياه، ان احنا دايما يكون دايما في دماغنا، جوه تمريناتنا، جوه شغلنا، جوه تعبنا في الملعب، ان عندنا حاجات كتيره بتحصل بعد ما نكون بطل. لما بتكون بطل دايما كانوا يقولوا لنا لما تكسبوا اطلبوا، لما تكسبوا شوفوا انتوا عايزين ايه. دي حاجه مهمه جدا، مهمه جدا ان الرياضي يكون عارف ده. طول ما في خساره، طول ما في اي حاجه، محدش يقدر يديك اي حاجه، لان البلد عايزه دايما النماذج الكويسه الشبابيه الجميله اللي هي فعلا بتكون قدوه لناس كتيره جدا في المجتمع المصري. اكيد كل رياضه ليها معجبينها وليها مشجعينها، فاكيد كل رياضي في كل لعبه ليه مشجعينه وليه محبينه، واكيد كل واحد بيكون زي النهارده كابتن محمد صلاح نجمنا الكبير وهو بيلعب في ليفربول شرف وفخر لمصر. اكيد هو النهارده ناس كتير عايز تطلع زيه، ناس كتير عايز تبقى زي كابتن محمد صلاح. النهارده عندنا مصطفى عسل، عندنا علي خلف الله في السباحه، عندنا ابطال، عندنا جينا فاروق، اكيد كل ابطالنا مثلا في النادي الاهلي عايزين يطلعوا زيهم عشان يتكرموا وكمان ياخدوا ميداليات وكمان اسمهم يتكتب في التاريخ، لان الاسم بيتكتب في التاريخ في الانجازات والبطولات والميداليات. فدي شيء مهم جدا. بقول للرياضيين الصغيرين، الناشئ الصغير، لازم تتعب جدا، لازم تتمرن جامد جدا عشان توصل للهدف. وصولك للهدف اللي انت عايزه اللي هو تشيل ميداليه وتشيل علم مصر على كتافك كده، دي اعظم حاجه في التاريخ. وكمان يحصل تكريم من رئيس الدوله، اكيد بنقول للشباب شدوا حيلكم، عايزين بدل ما نكرم 100 نلاقي الاف بيتكرموا كل يوم، عايزين نكرم رياضيين. ما شاء الله، ربنا يوفقكم، لان عندنا طوكيو باذن الله في المرحله اللي جايه، طوكيو 2020، شيء مهم جدا جدا جدا. كلنا حاطين امال على كل ابطالنا اللي وصلوا واللي لسه كمان هيوصلوا، لان مصر مش قليلة إن شاء الله، بلد كبيرة في الأولمبياد، وبإذن الله متوقع إن مصر تعمل حاجة كويسة في الأولمبياد كلنا نفتخر بيها في المرحلة اللي جاية.